الريح وسعد عقل الريح عقل الريح عقل الريح يا صفية عقل الريح عقل الريح بس بالغ وواعي وراجع بالغ وواعي وكل واحد بالغ وواعي يعني لو هسه أقول لك مثلا يا عمر هاي 1000 دينار متصرف فيهم بالعقل خليهم يكفوك سنة وأحطك بمكان فيش فيه ناس بس مكان حلو بكفول بس مكان فيش ناس بكفول يعني تقدر تسيطر عليهم مشكلتي يا شادي إني بحبش الكثرة بحبش الناس يعني بحب يكون لي صاحب صديق واحد بس بنادم صادق صديق واحد يقول احكي معاه ويحكي معاي بس احكي معاي وبس وإيش وحياتي فرعية ماشية الله عشرين سنة 30 سنة قدرت بهون بس تمشي يعني حالك مثلا بسنة ب 1000 دينار ما يكون في ناس ما يكون يعني عاقل تعرف تتصرف فيهم تفهم انه اذا انقطعت راح تنقطع بهنيك معناتها عاقل يا اخي عاقل شدود شدود طيب اذا هيك معناتها اخ عمر انت بدك اياهم يعرفوا قصتك ولا لا صراحة مش هيك يعني حابب يعرفوا قصتي بس في شيء مش الحقيقية مش تلقى الوحشية اللي فهمت بس انت بدك اياهم يعرفوا قصتك الحقيقية الحقيقية يعني ما عندك مانع لا ما عندي يعرفوا قصتك جميل عبر الناس وقصة عبر الناس هو بيني وبينك لازم يعني بدك حدا كمان يساعدك انه يطلع قصتك بعدين انا واحد هيئتني مرمي هيئتني مرمي لا حد يذاكر لا حد يصير وعي لا حد يمسح البلاط لا حد يطبخ لي كل هذا ايش؟ عملوا لحالك ما بيعملوا لا ما بيعملوا بجيب واحد بيعمل هو ما بيعمل التنظيف بجيب واحد عرفت شلون؟ بكون صار له زمان كذا بكون مكسر عادي بجيب واحد بدفع له مصاري بدفع له ولا لا؟ بدفع له ولا خلص انتهى يعني برضو عارف شو بيعمل اذا اخ عمر انا بدي استلم قضيتك وبدي انشر قصتك العالم بطريقه محترفه مش عند العرب عند الامريكان عند الامريكان مش عن النت عن النت وبعطيك مصاري لا انا بدي اساعدك اياهم مساعده تعويض تعويض من الحكومة الأمريكية ذات الهجرة لو سفروا لنا كريزي سفروا لنا ايش؟ كريزي بتحط رقمك هنا هاي مش ممنوعة هاي بالجسم في أمريكا بيسفروا من برد أمريكا ما يكون كريزي ممنوعة هاي الحكومة الأمريكية منعها صح سفروا لنا كريزي مشان يجنوني ونسانية ونسانية وقصة 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 من البرد من البرد كان في الشي معي العسكر اللي ضار العسكر اللي مع هاي بيصير لي وقف شعر جسمه صار كل شعر جسمه وأنا لابس كصفي وفانيلا وسندويشي سندويشي سندويشي ولا إشي لبسه وحلاك تي شيرت وبجاكيت صفي جاكيت صفي واللي مع ايش اللي ما بطلت من البرد وانت ولا مأثر فيك ولا شعر شو كنت صح كنت صح شو ما أثر فيك كنت صح لا شعر برد ولا بحم ماشي شو ما تدب يا ما انت تدب شو كنت يعني ما اعطونا اعطونا شيء كثير اعطونا يعني شو اللي خلاك توصل لهي المرحله الشاعر حتى في البرد الركابه بدنا نصحى الركابه بدنا يعني تصحى يا دكتور وصلت لي رحت من دكتور وصلت دواء وفعلا اخذت حبات خمس حبات خذ اول حبه تنشطت ثاني حبه صرت اشتري ايش مثل اللي بدنا الركان وازهو اخرى منه صرت ايش؟ اشتريت الاركان اسرع منهم حلو فانا ظروف يعني حط الجسم يعني حتى ال والله ما يبلع مثلا والله العظيم ما يبلع مثلا مش مشكله مش مشكله يا الله قلت اللي بشتري عنده اللي بشتري عنده يقول هي اللي اصعب من الاركان ليه بقول لك انا اشتري اصعب من الاركان ليه بقول لك انا اشتري حلو يا صرت ايش؟ بعدين دخلوا على النهود رحت عند دكتور قلت له انت محروق رحت عند دكتور كلينيك قلت له ايش محروق محروق العياده تبعته؟ عياده كلينيك كلينيك يعني وصلك هاي مشروع عياده كلينيك كلينيك الحكومي مش ال بص 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 محروق ايش؟ محروق حرق له اياه عشان المكان يعطيك منه المره مرة راحت اخذها بس مرة واحدة بس علبة واحدة عارفين دواي الركان عارفين دواي ما في كيس يعجوني بس خايفين 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 اذا كان خايفين خايف الرئيس الوزير خايف ال ونا وخير بني إسرائيل والله عالمين وسأل ونا علوا شاهد وسألنا في الأرض مرة ثانية وسأل ونا علوا شاهد وسأل ونا علوا شاهد لا الله فوق علوا شاهد وسألنا في الأرض مرة ثانية وسألنا في الأرض مرة ثانية قالوا لنا علوا شاهد وسألنا في الأرض مرة ثانية ولا إيش بدي يفسد الأرض مرتين
السنه تعمل مره ثانيه السنه نروح انا مش نضربوا هاي الروح هذه ورجوها مره قاعد افكر كلام يعني مش نضربوا هاي الروح مش حلو 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 اخ عمر فهمتك والله فهمتك يعني ما بس على حد انه هو اللي عنده الروح المقروه العرب عنده الروح يعني كل ايش نفس الشيء يعني من السر مش والله بارك يعني من السر اللي حصل دوله وش بس اليهود قرأوا بالقرآن في كراك الحخامات سمعوا بالقرآن صح؟ قرأوا والله في يهود القرآن بسدين سامي بعد العرب بعد العرب بعد العرب بعد العرب بسدين سامي بعد العرب بسدين سامي بس بعدهم يهود بعدهم يهود يهود بعد العرب بسدين سامي بعدهم يهود إيش؟ يهود دول خاوة بدأت الشيء ده ما بيت هيك النص في الغربية قاعدين بيستخدموا في الغرب بيستخدموا لكن الغرب على حدود حيفا جنب لبنان عم يطلبوا تحت ربيع الهائل بقوا هذول شوية في الحرعان سوا شوي في مصدر الغاز هذا النفط في مصدر ايش؟ النفط الغاز بيوري ناس بصراحة بين فرحين انه نفط التلفزيون جابوها صابون؟ في رام الله ورب التلفزيون جابوها شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك معقول يا معقول الله يرزقهم كمان نفتي اخوي عمر سبحانه من اليوم خلاص له حكمة في داعي لكن بلا نفس الخروية حول بلا نفس اللي نطلعوا اطلعوا اطلعوا وزيت يصير معه هيك من الجوال مين تبع هيك جوال مش منك انت جوال شو يا كتا جوال ولا اخوها لا الجوال سامعكم دكتور لا ما جبناها معنا بهنيكم بهنيكم بس عمر يعني بيعرفوا دواك عزان يعني انت متاكد انه بيعرفوا دواك بيعرفوا دواي 100% بس ما عجوني ما نهائي ما اروح انت ما يقول ما لا لا ما ما يعرفوا دواي 100% ما يرجع عندنا وهو عندهم كان ما واخر مره رحت واخر مره رحت عندهم ما قلت اخذ دواء قلت له ينسوا دماغي يعني دماغي هيك ينسوا دماغي بلا وينسوا دماغي احسن احسن الدواء احسن ايش؟ احسن الدواء ينسوا دواء شي خلونا نسمع صلاه شو اسمه؟ سيكو سي سوكو سوكو والله يا عمر انت صاير تطلع على النص لا والله اسكت شيك يا عمر انا بدي اطلع قصتك الحقيقيه احكيها صح والله بحكيها صح ما تفضحني معهم ها؟ ما تفضحني جيب شو اسمه جيب انا اقول لك جيب هيني بسجل مسجل هيني بسجل مسجل وكاسيتات وكاسيتات اكتب واحد اثنين اي قصه عمر بدي احكيها كمان انا صديق عمر بعرف حالته بعرف امريكا وحبيت اني اشوف نهايته اتابع ايش؟ اخباره اول باول حتى نهايته وعلاقتي فيه كانت كالتالي اول شفت الاول شفت الثاني شفت الثالث الرابع احكي ايش؟ كل شيء عندك وانا اي شيء بدك اياه بسالك فيه اي شيء بدك اياه بحكيك عن حالي شفت شيء وهي كما بعرف عن عمر كما حكى لي اياها عمر كما حكى لي اياها وبقول لك اني ما اتكلم مثلك ايش مسجل 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 كاسيت اسمه مسجل حلو ترى حلو تخيل انت قال يكون عندك صديق هيك تقول له كل الصح ويكتبه عن جد عنك ويكتبه كتاب باسمك وانت تكون كاتب كتاب عنه وتموت ويجي مثلا ابنك ويقول له هاي كتاب ابوك تفتح وتقرا قصه ابوه كامله مثلا او اخوك صديقك فلان يكون صح المكتوب يعني هيك تكون انت صادق وهيك هدفك من الكتاب شت انت حافظها كلها مش حافظها بكون مثلا من لما بلش يكتب القصه بتكفي او اللي بتتذكره وبتحكيه على الخفيف هيك أنا لا والله شيء مش بيعمل صاري مهما كان مهما كان ما حكيت قد ما هو عارف إنه عنده إشي حلو شخصيته بقول لك تنبأ صوري 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 يعني بعد الصورة صوري هيك جو صوري صوري هيك عايش طب جو أحلى من جونا يا أخوان صوري قصدي صوري لكن بقطع الحديدي وسافر لأمريكا وبالبقرة وبالطول وبالبقرة بالبروك الجان
وجان جان العصف لا يقول طير على بلاد جن الأزرق بالإيش بالبطار الرخ 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 الفارس فيه بلاد جن الأزرق بلاد جن الأزرق بلاد جن الأزرق وصف أمريكا هيك بطلع بالطيارة يعني شوف كيف جابها بين وبلاد عربية وحارب على أمريكا يقولوا مقوي بقويكم ومسكم المشاكل عندكم كيف كيف وحارب على أمريكا حبوه رجعوا له إيش رجعوا لأبلو رجعوا لبلده رجعوا لبلده بعدين رجعوا لأبلو رجعوا لبلده بعدين رجعوا له أبوه أنا ما عندي بلد أنا إيش ما عندي بلد بدي أمريكا أمريكا بس نرجع له إيش رجع لأبلو شت هيك حبوه ما هي في أمريكا بس نرجع لأبلو شت قصة أسطورية شايف قصة أسطورية يعني مش إنه مثل جن وعملاق و وأقرأ شجاع وما أرجع شجاع وما يدركوا بالليل بس الليل يدركوا ويعني ما وصل والعور في عور قبل خمس سنين ما حد في عور عور كثير عور 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 كثير عور عو 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 عرب وكان يهود عور عور جمعوا اليهود جمعوا حلوة 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 وجديدة حلو يعني قصتي أسطورية شادي أسطورية أسطورية شكرا يا أخي تابع كنيسة إيش فيها شيخ الصديق مو يبكوها ليش يسكوه ما بدك تعرف قصتنا ما بدك تعرف قصتنا قصتنا بدناش يصير فيك ما بدناش يصير تبكي معنا إيش يصير خلينا بدناش يصير تبكي معنا بدناش يصير تبكي معنا بعدين قد ما أطلب عليهم وراح عليهم وشافوا منه اللي اسمه إنه بده عن جد يعني يصير من الحقا هو بيشجع الأواصي وتتعذب وتخطوك وتعذب وتجلد ويبزقوا عليك ومش عارف ايش وبعدين ترجع بلد جن الازرق وترجع لبلاد تحكي لهم قصتك يعني قصتي كانوا عارفينها عارفينها كله 70 عشان هيك كانوا يبكوا كانوا كله ايش كله ايش اللي هو كله ايش اول ما سفر امريكيه توصلوا لامريكا سفر امريكيه ايش لامريكا سفر امريكيه لامريكا ما كانوا يطلعوا سرها كانوا يطلعوا سرها والاردن ايش اضربوا كسر هم حافظين جهاز عرف كل شيء والأردن إيش يضرب بس يضرب بس طب ليه يعني شو كان عندك عشان يحققوا معاك التحقيقات هاي أردن وأمريكا بدهم مش واحد يخاف الله بدهم مش واحد إيش اسمه محمد وجده بدهم مش واحد يخاف الله بدهم مش واحد يخاف الله تكون تبسط معك إنك نبي لا ما أنا كنت مضطهد بروكن هارك وكمان غنى هو من غنى عليه كريزي هارد وكريزي مايند وكوكو هارد كريزي مايند كوكو هارد كوكو هارد هاي ألفوها عنك؟ ألفوها عني صاروا قالوها عارفيني إيش؟ أني شيال 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 مش مهووس 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 مش مهووس مهووس في القصة ما هو مش هو سكوس اللي احنا اللي بصفحه كوكو هارد شو قصده فيها؟ كوكو هارد يعني عقله النون يعني كوكو هارد يعني قلبه النون قلبه ايش؟ لا زبه جامد كوكو هارد كوكو هارد مش كوكو هارد كوكو لا كريزي مايند كوكو هارد كوكو هارد يعني كوكو يعني كوكو مش كوكو يعني النون النون لا كوكو قصده فيها زب انا ما اعرف هالوني هاي انسى كوكو هارد كوكو هارد زب كوك يعني زب قوي زب كبير زب جامد زب يعني مجنون بس نقيق شت رب العباد رب العباد هيك انسان غير طبيعي انسان ايش؟ كلامي صح ليه بدك تشلت كلام ضيع شرف ايه خلص وضح لهم الحقيقه ما فيها ايش؟ كلام يعني مش حقيقة رب العباد ايش؟ انسان ايش؟ غير طبيعي غير طبيعي انسان غير عادي مش مثل باقي الناس مش مثل ايش؟ مش مثل باقي الناس حلو وبحب اساعد وبحب اشكر بحب اساعد وايش؟ بحب اساعد وصلت شو قصده بحب اساعد ولا اوضحها؟ وضحها لا احكيها ولا احكيها بحب اساعد بحب اساعد يعني لما اشوف واحدة بدها تدهي شادي واحد بده ينتهك يعني نيكم شادي ما كان يأثر يا عمر هذا الحكي هذا الحكي مشان العرب بس خلي مشان العرب يعرفوا العرب اللي حكيته لازم يعرفوا خلي يعرفوا الحقيقة العرب خلي العرب احكي الحقيقة خلي العرب الهبل ايش يعرفوا العاقل من الهبل كان دقيق عادي يعني كان ما يقول والله ما كذا الا مرة او مرتين والله وانت صاحي وانا بغيبوه وانا صاحي لا مره ما خليت حدا من شرك
ايش يا عمر؟ ايش ايش تحب تساعد انت؟ تحب تساعد لما تشوف حدا بحاجة الزاكي كنت تعطيه اسم، كان يسموك بيع الزاكي، اثنين كنت بابا. بيع الزاكي كانت واحد حريص كان بيع حريص. انت كنت بيع الزاكي. بيع حريص وقيم زكيين بعليوة، قيم زكيين بعليوة، قيم زكيين. بيع انا ماسكه صح؟ شو بعمل قاعد؟ حلوة حلوة. كان في حراسه ما له دراسه طيب سكين بعليوه طيب سكين بعليوه فانا ايش اخذت منه اخذت منه طيب سكين بعليوه طيب زكي بعليوه طيب زكي بعليوه سموه بيع الزكي بيع الزكي بيع الزكي لو ضحكوا عنها وغنيه كامله قالوا عنها شو غنوا؟ شفنا ويانا نشوف شفنا ويانا نشوف عوجة والطابع مكشوف صح؟ شفنا شت شفنا ويا ما حنشوف عوجة والطابع مكشوف كيف عرفوها؟ كيف وصلوا لهون مشيك؟ ما كان يعمل معي هيك ما كان يعذبوني ما كانوا يعني يحسوا انهم عارفين كانوا يستحوا عندهم خجل اكثر من عندهم مشكله بيحترموا الانسان بيحترموا الانسان ما بيجرحوه ما بيجرحوه الانسان مهما كان مهما كان عندهم مكرم عندهم مكرم مهما كان انسان راضيين ديننا احنا راضيين دينهم نحن لا هم راضيين ديننا احنا راضيين دينهم واحنا راضيين دينهم هم راضيين ديننا احنا راضيين دينهم بيحترموا الواحد يعني ما بيحترموا اي واحد بيحترموا الانسان لا يعني شخص لا انسانيته لا لا ما بيحترموا الانسان مش مع صار بيحترموا الانسان لا ايش لا انا بقول لك شو الفرق بيننا وبينهم بصراحه انه هناك عندهم الواحد على طبيعته بغيرش طبيعته عندنا هون لا العربي العربي ممكن يغير طبيعته يعني مثلا انا احب واحده من كل قلبي انقرص المره الثانيه لما احب واحده ما بخلص نفسي ذيك المره تلاقيني طب كيف انا قدرت اعمل هيك اذا انا ما ضليت على طبيعتي غيرت طبيعتي بقدر اغير طبيعتي لان كان مستحيل بغير طبيعتي بضل على اصل شيء اللي اتعلم يكون اذا هو الله خلقه طيب تكون جد طيب دائما شيء ما بقدر يعني يخبي غير عندك شيء غير مرحوم شيء ربه مجدهم العربي بيكذبوا شيء بقول لك شيء طلع منكم الشيت الشيت انا بقول لكم ايش احكي احكي انت علمني احكي ولا احكي احكي الشيت ذكرت اللي عند شمبانزي شمبانزي الشيت ما فعلا هو منتظر عندي بعده عندي بعده عندي كل مره اطلعه برد عندي بس لا الصحي الاسد ما بيخاف من شيتا احكي 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 بيعرف يا اخوي احكي انت بدعك والله يا شيخ احكي الاسد لا الاسد ما الاسد ما بيخاف من شيتا الا اذا انتاك منتج منتج وهذا كان سر مين المنتاج منتج هذا كان يحكوه كان ما حد يعرف عنك شيء ما حد يعرف عنك شيء يجيبوا لك جثه وانت يرضوك ما حد يدري عنك شيء حد يدبرك ولا يدري عليك ما حد يدل عليه نهائيا عشان بعد البحر خلف الجسور بس عشان ايش الاسد هجوا ساكن سنادو ساكن سنادو يا رب البيت يا بعد قتل الناس يهود ساكن سنادو يا قتل الناس يهود مصيرهم من الجسور وعارفين يهود مصيرهم قتل الشباب شباب الدور ده قتلوه يضربوه يضربوه بالجسور بالبربيجين بالعيال ورشوه وقتلوه قتلوه قتلوه واحد عسرها كان مصيرهم من الجسور بلا اصلا يقتلوه يقتلوه من غير رحمه يروح ما يعرفش هذا يروح ما يعرفش هذا يقتلوه يو نو مور ذان يو نيد يو نو مور ذان يو نيد حتى يقتلوه رصاصه وما ادري فيه باطنجم ثاني وقعت في الباص وقف الباص شاف ايش يصير فيها وصلت تور ايش متفقين يعني وقف الباص ثاني ايش الرصاصه تكسر القفاز والصوص من جنب ايش؟ من جنب ذا ما صادته ما بدل في لحظات لحظات بدل الموت دون شيء لو موت ما ربك ما بدل الموت ربك ايش؟ ما بدل الموت سر ما طلب يده مش طلب يده سر سر ما بدل الموت سر سر العلم الغائب ما حد بيعرف علمه ما حد بيعرف يعني شو مخبيه كمان الحمد لله الحمد لله شو انت راضي عن حالك طيب؟ والله انا راضي عن حالي كثير راضي عن حالي اكثر ما رئيس الوزراء راضي عن حاله اول شيء خدمت شعبي علمته الحضاره علمته المتعه علمته المتعه كل واحد يتطلع زوجته كان يلبس الدحش يجي على الدحش ويطهر منه
بس الأسد اللي بالشبكة هي حمام 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 مش حمام الأسد الأسد اللي بالشبكة بس وجه الفار قال له بطلعك من الشبكة بس بشرط إيه بشرط إنه تبعد عني القطة بس فار فار ما 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 كل مرة بحكي شيء ما حكيته ولا بحكي بجوز حكيته بس مش مش لكم حكيت بجوز ها مش مسكت بجوز حكيت بجوز سعيد مني إني ما حكيت لا أخذت 90% إني ما حكيت لا أخذتها والله أخذتها أسمعك إياها أسمعني إياها أقول لك شو بيحكي فيها بيحكي فيها إنه في مرة قط وأسد سباب مش عارف إيش قال له خلصني منها وخلصني من القط فخلص منها القط قال 100 و100 والأسد قال له هم مزبوط مزبوط هذه ما أعرف عفو أنتي عفو أنتي ما أعرف حكيت شد سمعك إياها أخذ عندك إياها خلاص يا صبحي انسى 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 خلاص اعترف صبحي انسى انسى سموه إياها اعترف ما في داعي أقول لك المواجع هو انا لو مكانه بصدقش ان الدرجه في اخ بكره اخوها القد فهو استبعدها انه يكون
مستحيل يعني. هي جديدة على الاستقرار على فكرة. يعني بيعرفش إنه مفكر الكراهية هاي مش إخوان. فكر إنه حدا معارف صديق قرابة بس يعني مش أخ. أخته أخته العبيط ها. هي هو أخو العبيط بس العبيط هيك بيحبوش من الله. بيحب يأذيه بيهاجمه. شو رأيك؟ والسولجر بيهاجمه كل إخوانه بيهاجموه هيك. حقيقة يعني فيش ولا أخ منهم حتى كانت أخته تحبه وقالوا وقف عليه والتراصم هو لا مش هيك لا مش هيك هو قال لا لا عمودة هو قال صدق حقيقة إنه مش هيك لا احكي لهم حقيقة لا ما نادش يا معلم بالغلبة بالحق يعني شو بدك صحيح من اللي جاب لنا أبوه هدي أنا بعرف وسبيل بقى شو ده بالثلج وبقى المرض كل اللي بيعرف شو هم وكل كل شيء ما في حد صغير ما في حد يبيلي بعد عمر حتى عندهم كل شيء بيصير برضو على التلفزيون برضو على التلفزيون في أمريكا أول بوا متابعين يعني زي ما متابعينك متابعين بركان فرعين أنا نايم يسمعوني قبل يسمعون العرب يسمعون أمريكان لو بدنا يسمعون العرب يسمعون أمريكان يسمعون أمريكان قبل يسمعون العرب يسمعون أمريكان سد يا الله بيجوا لك صور سكس مش طلع الحقيقة مش يعني بيعرفوا شو اسمها بيجوا القصة بالمغسل بيجوا شو القصة قصة هال طيب متابعين من هو عمره كم؟ متابعيني من عمر صغير من الباباي ومش عارف ايش الباباي انكشف الجسم اكسار السؤال الاكسار السحر اللي بيشد شد على بطنه ولا انا عدل الاكسار خمس اكسار واللي بيلاقيش اسمه يضرب الثاني سلاح النينجا وصلت خبر الشهر بين خبرته بس لقيها وطقت بفرحة وطقت ايش بدي انا بطل ايش قلت الشهر كانت هيك استمتت عليك مسكوها خطوها براسك حطوها بسندبات السيلر والنسوة ذا اشارت ساوى مش اشارت ساوى السيلر الصوت الاكشاط تاعو هاي بس الاكشاط تاعو على الرغوي بس شد الاكشاط تاعو بيطلع على الرغوي صح شوف هاي سندبات ولا ايش بس ياكل السبانخ بيعمل هيك بصير قال يكبر من بباي ذا سايلر مان بباي ذا سايلر مان صح بباي ذا سايلر مان صح بكون بباي ذا سايلر مان ايوه بباي ذا سايلر مان بباي زيتونه وصلت صح هذه اللي انا مسكينك من الصغر يعني من ايام عارفين ولا شيء ويجيبوا شبح قوس كان شبح قوس بيستعجل شبح قوس كمان بس مين أشبه أنا بحب الساعد. مساعد بس. حتى أنا بالوان صف صغير بحب الساعد. حتى أنا صف صغير أحكيكم سر يا إخوان. أحكي. فضلك. هل تعلم إنهم كانوا يقتلوني قوم اللي هو ابن يا من يك يا مجنون يا ميت يا من يك. يا مجنون يا ميت. لا مش يا مجنون يا من يك يا ميت يا مجنون يا ميت يا من يك يا مجنون يا ميت. وعطوه إيش بس هل يا خلنا نقول نحكي خلنا نقول يا من يا من يك يا مجنون يا يا ميت يا ميت كانوا يبعدون قعدت أيام أخرى قعدت أيام أخرى بعدين ما عرفوا ما يقدر سبيل عشر دقايق من عشر دقايق من فجر صار كان يصير كل شيء كان فجر لو طلعتك كان دقيقتين كان فجرت مصارينا كم تنس بس لازم تخرج الحمام راحوا تركوني وراحوا يوم خلاص ما بيشوف الجريمة راح الله عليه شو اسمه راح الله على شو اسمه أخوي تاج أحمد الله عليه. إجا وخلاني أخرف اللي خلاني أخرف. لو تأخر عني دقيقتين كان. كانوا خلين فجرات. كانوا خلين فجرات. لا ذكي شو تأخر عليه. كانوا خلاني أخرف. وصبي يخبي على حش من ذكر حش من ذكر حش. خير كمية كبيرة. نص المرحلة تأخر. نص المرحلة هي. تأخر. نص المرحلة تأخر. أفيك. مجبور مش بيده مش بيده نص الحمام نص الرحاض ايش انت لخبط انا اللي شو الواطي هاي اللي الواطي هاي الكبير يا الواطي هاي طب ليش ما انت فت لحالك ايش يعني مساعده العبيط يعني هو مسك راسي خلاني اخرى ما بش مسك راسي ما بخليني مش بخليني صح الحال لا مسكك راسي خليني اكتشف يا الله خايف مش هيك مش خليني خايفين بس انت ليش خايف تفوت تخرب مش في اخرى مش خليني اشعر بالذخره شكلك تشعر مش خليني بالشعور اني عارف بالذخره مو خايفينك عطيزك بس مش خايفين عطيزك حتى شعور اني بالذخره ما خليني اشعر فيه بس روحه شو كان ماخذ 40 سنه من 40 سنه
ما تفتح بخريه بخريه ما تفتح 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 بخريه بس خلص بس يظلم تنزل الموضوع وصل 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 حلو حلو عمرك ما استمتعت فيها هاي؟ هاي 40 سنة ما استمتعت فيها خلصت فيها حوالي 15 مرة إلا عند شو كيف لما تطيب تخيل يا زماد يعني هاي مهمة أنا فهمت قصده كيف بكون وكيف بكون مرتاح مادته هيك بكون مرتاح مش زي لما تكون مليانة هيك ومش قادر تروح على الحمام صح ما في معاناة معينة لما تخلص منها بترتاح صح فانت هذا الدليل انه معتك يعني اكلك بالمره مش كويس اكيد انا كنت اكل منيح بالوجهي لا قصدي عشان فيش طبيخ عمر الاكل العادي زي هيك ما خلوا لنا اخرى عني العبيدات كانوا كانوا شوف سبب شو سيب عني مثل شيء ما خلوا تجاه مصاري شتا مصاري مصاري سطحة مصاري ايش؟ سطحة وخرقين ثلاثة والطبيعة ما حدا يقدر يشتا هذا هو من وراء انه مسكين راسك بخيلك تعرف شو رد عبد ايش لا خلصت هاي صح؟ انا شفت انها اخر شحنة خلصت صح؟ يا ساتر يا احكي يا جوي هيما هيما حتى مي بارد جنب النار مشان ايه؟ حطيتها؟ حطيت المي البارد جنب النار يعني حتى المي البارد اللي مشبع بنوز عليها حطيتها جنب النار منو انا؟ ولا مين اللي حط جنب النار؟ شادي اللي حطها مين عباها؟ سخنت المي سخنت صح؟ شرمطها وحطها فيه ما انت وشادي حطوها شو دخلنا؟ بعدين ما بنشوفوك مي باردة عشانك انت حطيتها بالغلط شو بدك يا عمر؟ سرقات يعني شو بعد الموسى هذا المي؟ سرقات 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 ما لها المي بيضربني بقول لي انه انا لا بضربك انه انا حاطط المي جنب النار اللي بيشرب فيها وبيمز عليها حاطه جنب النار اللي عندك قلت له انت شادي حطيتها مش انا فعلا انت اللي كنت ماسكها مش لا مش قصدي بعدين شادي فاهم انه وانت اللي كنت ماسكها انا بدي اقول لك بعدين بيقول كذاب شادي صدق شو يا شادي انا كذاب ماشي معك انها راسي يعني عادي شادي قلبت علي انت معه على راسي ايوه يسلم ويسلم دقيقة هيك يا مظبوط ما حدا هو بحكي عنك جد هو اللي حط هو اللي حط شادي بس يجي يحكي شادي بس يجي يحكي عنده شيء ما مين كان فيك شادي صدق ما مين كان طب انت ليش بيرمي صدق؟ صدق ما مين يحكي انك انت حطيتها جنب النار صح؟ هو بيحكي ايه بس انت ما حطيتها جنب شفت صدق؟ صدقا هو ما حط هو لقى لك الغطاء وعطاك اياها السكينة انت سكرتها وبعرف وين حطيتها ها هسه هلا شغاله هيك الحقيقة ولو بدي اخبي عليك انا ولو انا هيك انتبهت بعرفش يمكن لا ما صار حكي صراحة لا اعلم ولكن انا هيك هيك حشيت انا هو بس وجهه مش وجه كذب يعني فشل وهيك هو بحكي بصدق هو الجزء هو دائما شفته كيف ببلش بدايه لو لو هو شايف بعينه ما بحكي شفته دائما هو اللي ببلش كيف بدايه المي انت بتقاتل قاعد انا ما بقاتل لا يا زلمه هو ستريت فايترز نحن قاعدين حلو هو بتعمد يعني هيك بتعمد لا لا يمكن عن جد هو هيك شك كيف انت تشك بشيء شو يعني عادي كلنا بصير معنا هو بيعيزني قاعد عشان اتقاتل انا وياه لا لا يا زلمه انت كون يهودي او اوروبي وتحمل هو اللي بده يورجيهم كيف حبايبنا فهموا الصح يا شيخ ما باي 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 قول يلا قول يلا قول يلا لا 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 غوالي بدك تجي غوالي لا تنسى غوالي لا تنسى غوالي قول يلا روح روح قول يلا روح روح ما مع الشباب قاعد خلاص بكمل خلاص خليه يسكت خليه يسكت يا خلاص هاي المرة مزحب يصير غوالي 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 عمرك غوالي يا بلحي شفت قوادين امريكا مش بقوتها قوادين امريكا قوادين امريكا مش بقوتها يعني بتبتسم وصار شيء بيبتسم ما بتبتسم يعني لو حكيت لها ايش احنا حكيت لها ايش بتبتسم قوادي 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 حتكبره يعني وقرار سنين بمن يعني شغل نظيف بحق مين هي؟ قوادي مين هي؟ بس الزرعة بلح الزرعة بلح مين هي؟ مين هي يا اخوان؟ الزرعة بلح مين هالشرموطة هاي؟ عشان احكي لي احكي لي انت احكي يا مين؟
هو قصده عن هو يحكي هو انت احكيها مين قصده هو لا تنسى القواد طب مين هي عشان هيك بقول له انه القوادات اللي بامريكا زميني خلص مين القواد مين القواد صح اه القواد قصده عنه ست خليه يحكي هو يا بحكي عادي عنده جرأة هو الخاوس وزي بعد عشان بس كيف اضربه عيب انا هيك اسمه يا خلص اعمل ايه مشان هيك اسمه هيك جوادي محترفة عن جد جوادي محترفة شرموط هي أباك يا راحت عندها شافتها في الكل بيحترمها بيجي عندها نسوان ولا بيحترموها تضحك متحررة بتيجي الشرطة عندها وبياخذ ابنها أبو برجع طبيعي إذا كان فبدها عاوزها بتنيك فبعد أبو بتنيك شيء طبيعي بعدها كل ما بآخر الليل بتنيك تعب النهار والليل بتنيك تعب النهار والليل بترتاح هاي من اللي بذكر فيها اللي بذكر فيها من أختها بذكر فيها أختها فهي شيء قد بذكر فيها صارت بتنحك قد بذكر فيها صارت ايش؟ بعد فطرتم خلصوني صار بدها اختي صار ايش؟ صار فيها حتى ابنها اللي بخاف على الله حطت عندها قال ما بدي اخاف على الله بدي اياك كفرة بدي اياك بصير بدي اياك كفرة انا بشوف صارت حتى مصاري مشان تخلي ابنها ايش؟ تخلي ابنها كيف تعطيها مصاري هذا قصة ولا قصة مين؟ قصة مس السيستر مين وثقت في المعاهد؟ ابن السر ذكرته يعني هو طيب انت انا مين طيب اختك يعني مين انا صديقته لا هو الشرموط اللي اخته تعرفت عليه الشرموط اللي اخته تعرفت عليها بالضبط مين تكون نثبت فيها اخته وصارت لها وصارت لها بعد ما صارت لها صار ما خلاص هلب بس بعد مصاعد بعد مصاعد من ايش في اولي الرسولية كل هذا صاحبه اخته أخي أختك بدأت تمهزن هي وأختك علمت صاحبية أختك الشرطة هاي أقول لك إياها شت ليه بتلوم الجمل من حق الجمال يا أخي تلوم الجمل من حق الجمال الرجال عيب مش من الجمال عيب من شرموط الجمال شرموط الجمال بس مش شرط حمام المشايخ من نسيء مشايخ من نسيء هذا حمام لا والله ما على فريها والله ما يعيش على فريها والله ما على فريها شرموط 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 أخوه 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 جوزها إن فيها بس تستحق ده أقول ضمن على فريها فلا نزل خيرا لا نزل على فريها خارج في سام كثيرة وكذلك نزع وكذلك إيش نزع خير النساء إيش وكذلك نزع عل فضربنا على ذكرها ثبت الأبيات في نصب ثبت الأبيات في نصب على ضربنا على ذكرها ولا مصر ولا مش عارف ايش مفهوم ايش وحيا شو قلت على ذكرها اضرب وضح ضربنا على ذكرها صح انت فاهم عليك فاهم عليك فاهم عليك لا فاهم عليك كمل طب ضربنا على ذكرها فايش؟ سلك كله أسد بشرطة